تحياتي واحترامي متابعين قناة أم فران. الليلة عايزة أعمل طبق بتاع فاصوليا اللي هي الفاصوليا البيضة. الفاصوليا البيضة من البقوليات المحببة كثير. يلا تتابعوا معايا الخطوات بتاعتنا. نبدأ أول بسلق الفاصوليا بتاعتنا. هنا عندي موية سخنة وبعد ذاك نغطيها كويس عشان تستوي. كبينا فيها مويه بارده ما بتكون مستويه كويس. يلا زي ما شايفين حسي كده انا هخليها ساعه كامله وهقفلها كويس وما هضيف على اي شيء، بس الفاصوليا والمويه. اول حاجه هزيد لها النار بتاعتها هتكون عاليه شديد. بعد ما تبدا تستوي بعد ذاك هقوم اوطي النار اسمها تتهرس معي. اوكي يلا زي ما شايفين خليت النار عالية. اوكي يلا هنا عندي الزيت بتاعي هنا. يلا هنا عندي بصلة وعرق بتاع قرفة وفلفل حي وجنزبيل. يلا هضيف على اللحمة بتاعتي نص كيلو لحمة باني. أقلب اللحمة 5 دقائق. لما 5 دقائق ما شايفين طريقة كيف؟ يلا نضيف فوق موية. يلا زي ما شايفين فوق ونص ونغطيها كويس 25 دقيقة عشان اللحمة تستوي زي ما شايفين. نجيب الفاصوليا بتاعتنا. لأول مرة تشاهدوا أم غفران ما تنسوا تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لنا لايك وتشيروا الفيديو. أضيف لها ملي ولي حاجة عشان اللحمة تستوي كويس. يلا الشوربة بتاعتنا استوت. يلا هصفيها. يلا عندي الشوربة بتاعتنا صفيتها هستخدمها بعدين. زبدة هشيل منها شوية. يلا سيح الزبدة. يلا هنا عندي 3 حبات بصل مبشور. البصل شوية الزبدة. يلا البصلة شوحت شوية كده. يلا عندي 2 نوع من الفلفل الحلو اللي هو البابريكا. يلا نقلب
تغلي شوية. يلا ايه واحد من الطماطم، عصير الطماطم، يلا اللحمة بتاعتنا، يلا هنجيب اللحمة بتاعتنا مستوية. يلا يلا الشوربة بتاعتنا الجبال هندي انا خليتها على النار عشان بعدين هقوبها على طول ما تكون بردت. يلا ده البهار ملح وثوم مسحون وكمون اللي هو الشمار وجنزبيل وكزبرة وفلفل. طبعا نخليها على نار هادية عشان الدمعة بتاعتنا تتسبك. يلا نرجع للفاصوليا بدأت تستوي على خفيف النار، خليها تاني على نار هادية. هنخفف نار الدمعة برضو. يلا عايزين نزيدو موية سخنة، الفاصوليا دايما ما تزيدوها موية باردة، لازم تكون موية سخنة. يلا نرجعها خليها تاني ترجع تستوي. خلاص الفاصوليا بتاعتنا جاهزة، يبينا مستوية كيف. يلا الدمعة بتاعتنا يلا زي ما شايفين. شوية يلا ناخد بريك باية فلوزين دافية أو الكركديه. هنا عندي مية سخنة بالجنزبيل، الفاصوليا بتاعتنا جاهزة. شايفين ده كيف حطيتها على نار هادية. زي ما شايفين خالص جاهز وبالهنا.